السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. مع بعض النهاردة يا سنة ستة هناخد مع بعض درس من الوحدة التانية، وهو الدرس الثالث بعنوان حل المتباينة من الدرجة الأولى في مجهول واحد. تعالوا كده مع بعض يا سنة ستة نتعرف على تعريف المتباينة. طبعا قبل ما أقولك تعريف المتباينة، أنت خدت تعريف المعادلة وعرفت إن هي جملة رياضية تتضمن إيه؟ بين عبارتين رياضيتين تتضمن علاقة تساوي، صح كده؟ قال لي لا بقى، لما تتكلمي عن متباينة النهاردة يا ميس هتقولي إن هي جملة رياضية تتضمن علاقة التباين بين عبارتين رياضيتين. يعني أنا هناك في المعادلة كان لازم يكون عندي علاقة تساوي، اللي هما كانت مثال عليها كفتين الميزان بتوعي، لكن أنا هنا في المتباينة أنا بقول إن هي تتضمن علاقة تباين. طب إيه هي علاقات التباين أو علامات التباين بتاعتي؟ قال لي علامة أكبر من، علامة أصغر من، علامة أكبر من أو أكبر من أو يساوي، أو أصغر من أو يساوي. يبقى معنى كده إن دول كلهم علامات التباين. أنا معايا أربع علامات، فلما ألاقي أنا عبارتين رياضيتين زي ما أنت شايف كده، س ناقص خمسة وعبارة تانية اسمها تلاتة، وما بقى عندي عبارتين رياضيتين وبينهم علامة علاقة تباين، أنا هقول على دي إيه؟ متباينة. نفس الكلام، تلاتة س زائد أربعة دي عبارة رياضية، وخمسة دي عبارة رياضية، عندي بينهم علاقة تباين هقول عليها ايه؟ متباينة. يبقى انت تفهم المتباينة عبارتين رياضيتين بينهم علاقة تباين. طيب بعد كده بقول لك يا ترى هو يعني ايه تعريف مجموعة الحل زي ما انت اخدت في المعادلة. كانت مجموعة الحل في المعادلة يا سنة ستة هي عبارة عن المجموعة اللي بتحقق عناصر المعادلة. طب انا لو بتكلم عن المتباينة بقول ان مجموعة حل المتباينة هي المجموعة التي تحقق عناصرها مين؟ المتباينة. ننتقل مع بعض بقى النهاردة على خواص التباين في طه أوساط. أنا هكلمك على خواص التباين لو أنا بتكلم على مجموعة الأعداد الطبيعية، متباينة بتضم موجودة في مجموعة الأعداد الطبيعية، أو متباينة موجودة في مجموعة الأعداد الإيه؟ الصحيحة. أول حاجة خاصية الحذف والإضافة. بالراحة كده أنا لو معايا سنة ستة تلات أعداد موجودين في طه أوساط، يعني أعداد طبيعية أو أعداد صحيحة، وليكن أ وب وجيم، وعندي المتباينة بتاعتي إن هي أ أكبر من ب، فإن إيه يا ميس؟ بالراحة كده أنا لو مسكت الألف اللي هو أول طرف جمعت عليه العدد الطبيعي أو الصحيح اللي هو مين؟ جيم. وزي ما عملت في الطرف ده يا سنة ستة هعمل في الطرف ده إن ب برضو هجمع عليها العدد الصحيح أو العدد الطبيعي جيم بتاعي. طيب إيه اللي هيحصل؟ قال لي بالراحة كده، قال لي علاقة التباين مش هتتغير، هتفضل زي ما هي. مش فاهم يعني إيه؟ بص كده بالراحة، أنا لو جيت قلت لك 3 أكبر من 2، طب آدي متباينة إن 3 فيها أكبر من 2، جيت أنا ضفت 5 للطرفين، عملت إيه؟ عملت خاصية الإيه؟ الإضافة. جيت أنا ضفت على الطرف الأول 5 وعلى الطرف التاني 5، لازم أنا زي ما بضيف هنا أضيف إيه؟ هنا. طب أنا ضفت هنا 5، بقت 3 زائد 5 كام؟ 8، و2 زائد 5 كام؟ 7. طب ما هو ميس كده 8 اكبر من 7، برضو علاقه التباين ما اتغيرتش. يبقى معنى كده خاصيه الاضافه بتحافظ لي على علاقه التباين بتاعتي اللي موجوده في الايه؟ في المتباينه. كذلك برضو خاصيه مين؟ الحذف. يا ميس طب قولي لي، انا برضو معايا المتباينه اللي هي ا اكبر من ب، جيت انا حذفت ج من الطرف ده وحذفت ج من الطرف ده، هل علاقه التباين هتتغير اللي هي عليها علاقه اكبر دي؟ تعالى نشوف مع بعض. لو جيت مثلا قلت لك 10 اكبر من 7 وقلت لك قوم بعملية حذف 5 من الطرفين، زي ما بحذف هنا هحذف هنا، فهقول 10 ناقص 5 وهناك هقول 7 ناقص 5. طب بالراحة كده 10 ناقص 5 كام؟ قال لي 5. طب 7 ناقص 5 كام؟ 2. بقت برضو يا ميس الخمسة أكبر من إيه؟ من الاتنين، يعني علاقة التباين ما اتغيرتش، زي ما كانت موجودة في 10 أكبر من 7 برضو نفس الفكرة، 5 أكبر من إيه؟ من الاتنين. يبقى معنى كده خاصية الحذف والإضافة يا سنة ستة بتحافظ لي على علاقة التباين إيه؟ بتاعتي. لو ضفت هنا، بس شرط طبعًا أنت بتضيف نفس العدد، يعني لو ضفت هنا 5 تضيف هنا 5، ضفت هنا 3 تضيف هنا 3. كذلك الحذف، بحذف هنا عدد صحيح هو هو العدد الصحيح اللي انا حذفه من الطرف الثاني، تمام كده؟ ايه اللي بيحصل؟ قال لي علاقه التباين ايه؟ مش بتتاثر، بتفضل زي ما هي، محافظه على ايه؟ على نفسها. في مشكله كده؟ ده لو انا بتكلم على خاصيه الحذف والايه؟ والاضافه. طيب يا ميس فهمت ان انا لو هضيف في الطرفين علاقه التباين مش هتتغير، ولو هحذف من الطرفين اهو ا ناقص ج برضه علاقه التباين مش هتتغير، لان المتباينه بتاعتي كانت اكبر زي ما هي اكبر لما ضفت، وزي ما هي اكبر لما ايه؟ لما حذفت. مفهوم الكلام لحد كده؟
تعالى بقى مع بعض كده يا سنة ستة ناخد خاصية تانية اللي هي خاصية الضرب والقسمة بالراحة كده. إذا كان أ وب ثلاثة أعداد موجودين في طه أو صاد، يعني ثلاث أعداد طبيعية أو أعداد صحيحة، والمتباينة بتاعتي يا سنة ستة إن أ أكبر من إيه؟ من ب، فإن قلت له فإن إيه؟ بيقول لي كده المتباينة بتاعتي اللي هي أ أكبر من ب، جيت أنا ضربت هنا في عدد صحيح وليكن ج أو عدد طبيعي، وهنا برضو ضربت في ج. خلي بالك شرط الج عندي إن هنا ج لا تساوي الصفر، يعني ج مش بصفر، يعني معنى كده إن ج قيمة ايه؟ قيمة موجبة. تمام كده؟ ايه اللي هيحصل؟ قال لي اللي هيحصل ان علامة او علاقة التباين مش هتتغير، يعني معنى كده ان الف اكبر من ب، لو انا ضربت هنا وضربت هنا في عدد موجب برضو الف في جيم هتبقى برضو اكبر من ب في ايه؟ في جيم. مثلا لو جيت قلت لك شفوي كده، قلت لك مثلا 3 اكبر من 2، وقلت لك انا هضرب هنا في 2 وهضرب هنا في 2، طب 3 في 2 بكام؟ بستة، واتنين في اتنين بايه؟ باربعة. انت كنت قايل تلاتة اكبر من اتنين، طب ما هنا الستة برضو اكبر من ايه؟ من الاربعة، يعني معنى كده ان علاقة التباين ما تأثرتش، صح كده؟ طب تعالى نشوف الخطوة اللي بعدها، عندها شروط تانية. الشرط التاني بيقول لي ايه؟ قال لي تعالى نتكلم مع بعض على مين بقى يميس على القسمة. لو انا معايا ا اللي هي ا اكبر من ب، جيت هنا قسمت الالف على ج، قلت ا على ج وهنا ب على ج، ايه اللي هيحصل؟ قال لي لا خلي بالك لو ج ده عدد اكبر من الصفر، يعني كده ان هو يكون عدد ايه؟ موجب. قال لي علاقة التباين هتفضل زي ما هي محافظة على نفسها. يعني ايه؟ لو جيت قلت لك مثلا ا اكبر من ب، الالف دي ب10 والب ب5، وجيت قلت لك ايه؟ انا هقسم هنا على 5 وهقسم هنا على 5، طب هي ال10 اكبر من 5 ماشي، لما اقول 10 على 5 فيها الايه؟ الاثنين، طب و5 على 5 فيها الواحد، بقت الاثنين اكبر من الايه؟ من الواحد، يبقى معنى كده ان هي حافظت على نفسها، زي ما كانت هنا اكبر كانت هنا ايه؟ اكبر. بس ده امتى بقى؟ لما كانت ج عدد صحيح ايه؟ موجب، يعني قيمه برضو موجبه في القسمه، علاقه التباين ما تاثرتش. طب تعالى نشوف حاجه تانية، بيقول لي ا على ج، لو ا على ج بقى وهنا وب على ج، ايه اللي هيحصل؟ انا قسمت على ج، بس بص الشرط بتاعي بقى، انا ج هنا عدد صحيح سالب، يعني ج اقل من الايه؟ من الصفر. طب انت شايف ايه اللي حصل؟ بص كده هنا كانت ا اكبر من ايه؟ لا اكبر من ب، لما جيت قسمت على سالب ايه اللي حصل؟ قال لي علامه او علاقه التباين ايه؟ اتغيرت. طب اتغيرت ليه بقى؟ قال لي بص كده ركز معايا، لو انا معايا هنا 6 و3 يميس، حاضر 6 اكبر من ال3، طب انا هقسم على عدد صحيح سالب وليكن مثلا سالب 3، طب هي ال6 اكبر من 3، طب هقسم على سالب 3، 6 على سالب 3 فيها ايه؟ فيها السالب 2، طيب و3 على سالب 3 فيها الايه؟ السالب 1، طب انا كده عندي ايه؟ سالب 2 اكبر من سالب 1، انت شايف كده؟ قال لي لا بقت اصغر، يبقى انا لما بقسم على سالب، يبقى بقسم على صحيح سالب، علاقة التباين مش بتحافظ على نفسها يا سنة 5، بتتعكس، يا سنة 6 بتتعكس، صح كده؟ يبقى ماشي يا ميس، يبقى كده الدنيا كده مظبوطة في الحذف والإضافة، بضيف أو بحذف العلاقة زي ما هي. بضرب في عدد صحيح موجب العلاقة زي ما هي، تمام كده؟ وايه اللي هيحصل بقى لما باجي بقسم على سالب؟ لا بتتعكس. طب بضرب في عدد صحيح سالب هتتعكس، نفس الفكره. لو جيت قلت لك هنا مثلا التلاته اكبر من الاثنين، جيت ضربت هنا في اتنين في سالب اتنين وهنا ضربت في سالب اتنين، طب تلاته في سالب اتنين يميس ايه؟ بسالب سته، طب والاتنين في سالب اتنين بكام؟ بسالب اربعه، بقت السالب سته، انت شايف ان هي اكبر من سالب اربعه؟ لا انا شايف ان السالب سته بقت اصغر من سالب اربعه. يبقى عود نفسك كده ان انا لما باجي بضرب المتباينه الطرفين المتباينه بتوعي في عدد صحيح سالب او بقسمهم على عدد صحيح سالب، علامه التباين او علاقه التباين بيحصل لها ايه؟ بتتعكس. لكن لو بضيف مش بتتأثر، بحذف مش بتتأثر، بضرب في عدد صحيح موجب مش بتأثر، بقسم على عدد صحيح موجب مش بتتأثر، تمام كده؟ طبعا انا هوريك في المسائل الامثله اللي انا هوريها لك دلوقتي، لحد كده الامور مظبوطه تمام؟ طب تعالى مع بعض كده، بيقول لي الملحوظه اللي انا كنت لسه بقولها، ان انا لما باجي بضرب في عدد سالب او بقسم على عدد ايه؟ سالب، اللي بيحصل في ايه بقى؟ في العلامه اللي بتتعكس، يبقى الامور مظبوطه في كله ما عدا في الايه؟ في الضرب في سالب او القسم على ايه؟ على سالب، بعكس هنا بقى ايه؟ علامه التباين. طب تعالى نشوف الشريحه اللي وراها. سؤال بيقول لي يا سنه 6 اوجد مجموعه حل المتباينه س زائد 4 اقل من 7، حيث س عدد طبيعي، ثم مثل مجموعه الحل على خط الاعداد. يلا بينا يا اولاد نحل المساله اللي بتقول لي اوجد مجموعه حل المتباينه. انا المتباينه بتقول لي س زائد 4 اقل من 7، انا عارفه ان السين مجموع عليها كده كام؟ 4، واحنا قلنا ان احنا بنتخلص من العمليات الضعيفه زي الجمع او الطرح
اولا ثم الضرب والايه القسمه لو كانت السين مضروبه في عدد او مقسومه على عدد. طيب احنا دلوقتي سين زائد 4 عايزين نتخلص من الاربعه، هنعمل ايه؟ اه برافو عليكم، يبقى هنحذف 4 من الطرفين، يبقى هقول سين زائد 4 ناقص 4 اقل من 7 ناقص 4. تمام. طيب س زائد 4 ناقص 4 يبقى ايه الناتج بتاعي؟ اهي موجب 4 ناقص 4 يدينا 0، اصبحت السين كده ايه لوحدها. طب 7 ناقص 4 كام؟ 3، اصبحت س اقل من 3. طب هو عايز ايه؟ عايز مجموعه الحل اللي احنا عارفين اختصارها ميم ايه؟ ميم ح. وخلي بالك ان س عدد طبيعي، واحنا عارفين ان مجموعه الاعداد الطبيعيه بتبدا من 0 1 2 3 4 الى ما لا نهايه، بس احنا عايزين اقل من 3. مين مجموعه الاعداد الطبيعيه الاقل من 3 اللي هي مين؟ اه 0 1 2، المجموعه 0 1 وايه و2. اذا مجموعه الحل م ح بتساوي المجموعه 0 1 وايه و2. هل سؤالي انتهى حله؟ لا، قال لي مثل مجموعه الحل على خط الاعداد. اول ما اسمع كلمه خط الاعداد، وطبعا احنا في سنه 6 وخدنا مجموعه الاعداد الصحيحه، بعمل الخط المستقيم اللي اتعودنا عليه وبكتب ارقامي صاد موجب وصاد سالب، والارقام تكون بالترتيب والصفر موجود معانا. تمام. وان الخط يكون زي ما احنا شايفين كده بالمساله اللي قدامك. تمام. قال لي بقى ايه المجموعه بتاعتنا او مجموعه الحل بتاعتنا ايه؟ صفر وواحد واثنين. فهحدد الصفر والواحد والايه والاثنين، بس اخلي بالي ان المجموعه دي مجموعه ايه يا سنه 6؟ مجموعه منتهيه، وبالتالي المجموعه المنتهيه لان انا عارف ايه عناصرها قدامي اهيت، عددها محدود قدامي، وبالتالي كاني هعمل كده كاني ايه هقفل عليهم، لان هي مجموعه ايه منتهيه، مجموعه ايه سنه 6 منتهيه، وهقفل عليهم بالشكل الايه الموضح امامي. طيب تعالى نشوف مع بعض سؤال تاني بيقول لي اوجد مجموعه حل المتباينه 2 س زائد 9 اقل من 1، وعايزين مجموعه حل المتباينه في ط و ص، وكمان عايزين نمثلها على خط الاعداد. تعالى نحل المتباينه اولا. بيقول لي 2 س هي ال 2 س احنا قلنا ايه؟ بنتخلص من العمليات الضعيفه اللي هي الجمع اللي عندنا اهي، يبقى هنتخلص من التسعة ان احنا هنعمل ايه؟ برافو، يبقى هنحذف 9 من الايه الطرفين، يبقى هقول 2 س زائد 9 ناقص 9 اقل من 1 ناقص 9. طيب 2 س زائد 9 ناقص 9 اصبحت ال 2 س لوحدها. طيب والطرف الايه؟ الطرف الايسر اللي هو 1 ناقص 9، احنا خدنا طبعا ايه الطرح في ص، 1 ناقص 9 هيطلع لي كام؟ سالب ايه؟ سالب 8. اصبحت 2 س اقل من سالب 8. طب دلوقتي 2 س يعني دي معناها ايه؟ ان السين مضروبه في ايه؟ في 2. طب هنتخلص من الضرب ازاي يا سنه 6؟ زي ما اتعلمنا ان احنا ايه؟ هنقسم، هنقسم على كام؟ هنقسم الطرفين على كام؟ على 2. يبقى هقول كده بقسمه الطرفين على 2، فاللي هنا 2 س هنقسم 2 س على 2 تدينا س، اقل من السالب 8 هنقسمها على 2، سالب 8 على 2 طبعا سالب على موجب بايه؟ بسالب، و8 على 2 فيها الاربعه، اصبحت س اقل من سالب 4. تمام. طيب عايزين بعد كده نجيب مجموعه الايه؟ حل المتباينه. احنا عرفنا ان س اقل من سالب 4. طيب وخلي بالك ان احنا هنجيب حل المتباينه في ط وص، يبقى هقول ميم ح في ط دلوقتي اقل من سالب 4. مين اللي اقل من سالب 4؟ يعني معنى كده ان انا هتجه ناحيه اليسار على خط الاعداد. طب سالب 4 يبقى هنمشي يسار، يبقى اللي اقل منها مين؟ سالب 5، سالب 6، سالب 7 الى ما لا نهايه. طيب هل السالب موجود عندنا في ط؟ لا مش موجود. اذا مجموعه الحل في ط هتساوي فاي، هتساوي ايه سنه 6؟ فاي. طب بالنسبه لمجموعه الحل في ص هنقول كده ميم ح في ص في ص هتساوي، انا لسه قايلاها اللي هي ايه؟ اقل من سالب 4 اللي هي سالب 5، سالب 6، سالب 7 الى ما لا نهايه. اذا مجموعه الحل في ص ميم ح في ص هتساوي المجموعه سالب 5، سالب 6، سالب 7 الى ما لا نهايه. طيب قال لي بقى بعد كده ايه؟ مثل على خط الاعداد. طبعا قلت اول ما اسمع اسم خط الاعداد نرسم الخط المستقيم اللي تعودنا عليه ونبين الاعداد الموجب والسالب والصفر. تمام. وتكون ارقامي بالترتيب سواء في صاد موجب او في صاد ايه او في صاد سالب، والمسافه بين كل رقم والتاني على خط الاعداد بتكون متساويه، ونشوف مجموعه الحل في صاد اللي هي هتبدا من سالب 5،
سالب 6 سالب 7 الى ما لا نهايه، بما انها مجموعه غير منتهيه يبقى انا ايه حددت كده وليكن عنصرين منها، بس ايه هل انا هقفل عليها؟ لا، ده انا همد الايه، همد السهم بتاعي، وده معناه ان المجموعه بتاعتي غير منتهيه، ان مجموعه الحل في ص مجموعه غير ايه، غير منتهيه. يلا بينا يا سنه 6 نشوف المساله اللي بعد كده بتقول لي ايه. اوجد مجموعه حل المتباينه 3 س ناقص 2 اكبر من او تساوي 4، حيث س عدد صحيح، ومثلها على خط الاعداد. يلا بينا يا سنه 6. انا بقول لك 3 س ناقص 2، يعني احنا ايه قلنا بنتخلص من ايه، من العمليات الضعيفه سواء كانت جمع او طرح. طب ناقص 2 يبقى هنتخلص من ناقص 2 دي ازاي؟ ان احنا نعمل ايه، برافو، نضيف 2 للطرفين، وهقول 3 س ناقص 2 زائد 2 اكبر من او تساوي 4 زائد 2، لان انا ضفت 2 للايه، للطرفين. طب ناقص 2 زائد 2 اصبحت 3 س لوحدها، اكبر من او تساوي 4 زائد 2 كام؟ 6. طب ال 3 س دي معناها ايه؟ ان السين مضروبه في 3. طب نتخلص من الضرب بايه؟ بالقسمه. يبقى هنقسم ايه الطرفين على كام؟ برافو، على 3. يبقى هقول بقسم الطرفي المتباينه على 3، وهقول 3 س على 3 هتديني س. طب و6 على 3 فيها ال 2 اصبحت س اكبر من او تساوي 2. تمام. طب اكبر من او تساوي، خلي بالك بقى من النقطه دي، ان معنى كده ان السين بادئه من مين؟ من الاثنين، انا واخده الاثنين معايا. تمام، اصبحت س بتساوي 2 و3 و4 و5 و6 الى ما لا نهايه، وبالتالي هقول مجموعه الحل اللي هي م ح هتساوي المجموعه 2 و3 و4 و5 الى ما لا نهايه، لان كده ايه، كده مجموعه غير ايه، غير منتهيه. طب هل سؤالي كده خلص؟ لا، ده لسه يا ميس فاضل ايه، ان انا امثلها على خط الايه، الاعداد. وقلت اول ما اسمع كلمه خط الاعداد ارسم الخط المستقيم بتاعي، مسافاتي بين كل رقم والتاني متساويه، الاعداد سواء في الجانب الموجب او السالب تكون بالترتيب. تمام، والصفر طبعا موجود معايا على خط الايه، الاعداد. طب تعالى كده نحدد ايه الاجابه بتاعتي، المجموعه الحل بتبدا من مين؟ بتبدا من اول الاثنين والثلاثه اربعه خمسه. طب دي مجموعه غير منتهيه، وبالتالي همدها بايه؟ بسهم. تمام، ماشي معايا كده، لانها مجموعه غير ايه، غير منتهيه. طب نشوف المساله اللي بعد كده بتقول لي ايه. اوجد مجموعه حل المتباينه 1 ناقص 8 س اقل من 33 في ص، ثم مثلها على خط الاعداد. بالراحه كده يا سنه 6 عشان احل المثال اللي قدامي دوت، بالراحه كده. الفكره دي مختلفه. ايه يا ميس الفكره مختلفه؟ قال لي 1 ناقص 8 س اقل من ال 33، بيقول ان س دوت عايز مجموعه الحل المعادله دي في ايه؟ المتباينه دي في ايه؟ في ص، يعني معنى كده ان س ده عدد صحيح، يعني يطلع معاك صفر تمام، موجب تمام، سالب ما فيش مشكله. طب بالراحه كده بقى، هو 1 ناقص 8 س اقل من 33، زي ما الميس قالت انا بتخلص بين العمليات الضعيفه. طب بالراحه كده انا معايا هنا ال 1 ناقص 8 س، ال 8 دي مضروبه خلي بالك، والواحد دوت شلت منه انا ال 8 ايه؟ س. طب انا هتخلص من الواحد الاول، لان دوت كده ايه؟ عايز اتخلص منه، يبقى انا بتخلص بالجمع والطرح الاول. طب الواحد دوت اشارته ايه؟ قال الواحد ده اشارته ايه؟ موجبه. طب انا عشان اعكس بقى واخلصه او ما يبقاش موجود، اعكس الاشاره بتاعته، يبقى انا اقول ايه؟ بحذف، يبقى هو مضاف انا اشيله، فاهم قصدي؟ يبقى بحذف بقى واحد من مين؟ من الطرفين، فهقول سالب 1 زائد 1 ناقص 8 س اقل من 33 ناقص ايه؟ 1. طبعا زي ما انت هنا حذفت 1 هناك هتحذف ايه؟ 1. طب يا ميس سالب 1 زائد 1 بايه؟ بصفر، راحت. اتفضل معايا سالب 8 س اقل من 33 ناقص 1 بكام؟ ب 32. طب انا هنا اتفضل معايا السالب 8 مضروبه في السين، عشان اتخلص بقى منها قال لي بتخلص من الضرب والاسم بعكس العمليه الحسابيه. طب هو مضروب عكس العمليه الحسابيه بتاعته اللي هي الايه؟ هتبقى قسمه، يبقى انا اقول بقسمه على سالب ايه؟ 8 للطرفين. خلي بالك بقى انت هنا هتقسم اهو على عدد صحيح سالب. في الحاله دي قلت لك ايه اللي بيحصل؟ بتحافظ على علاقه التباين على نفسها ولا لا؟ قال لي لا يا ميس دي بتتعكس. يبقى معنى كده ركز، هي كانت اصغر هتبقى ايه؟ الله ينور، هتبقى اكبر. يبقى بص كده، نقول سالب 8 س على سالب 8 يديني س،
ولما بقول 32 على سالب 8 طبعا عدد صحيح موجب، العدد الصحيح سالب يديني عدد صحيح ايه؟ سالب. و32 على ال 8 فيها الايه؟ الاربعه. بس خلي بالك انا عكست ايه؟ علامه التباين، بقت كانت اصغر بقت اكبر. اشمعنى ميس عملت كده؟ قلت لك عشان بقسم على عدد صحيح سالب، او لو في مساله ثانيه هتجي لك هبضرب في عدد صحيح ايه؟ سالب. في الحالتين دول بس اللي انا ببدا ان انا ايه؟ اعكس العمليه الايه؟ الحسابيه، بعكس الايه؟ علاقه الايه؟ التباين بتاعتي. طب يا ميس كده انا وصلت ان السين بقت اكبر من السالب 4. شرطي ايه بقى في المتباينه او في المساله بتاعتي؟ قال لي ان السين دوت عدد صحيح. طب يا ميس حاضر، هو مين اللي اكبر من سالب 4؟ طبعا السالب 4 مش معايا، اللي اكبر منها ان انا اتجه في الايه؟ للجزء الموجب اللي هو سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3 ومكمل. طب ومكمل ده يعني ايه؟ يعني معنى كده ان س هتكون اي قيمه وهي مجموعه غير ايه؟ منتهيه، ممكن تكون قيمتها اي عنصر من العناصر المجموعه الغير منتهيه اللي انا لسه قايلك عليها، صح كده؟ يبقى س هتبقى يا سالب 3 يا سالب 2 يا سالب 1 يا 0 يا 1 يا ما و2 الى ما لا نهايه. طب بالراحه كده هو عايز مني ايه؟ دي مجموعة الحل، ها؟ ان سي ان كده سي هتبقى قيمة من دول، والله هي ايه مش عارف، بس أي واحدة من دول هتحقق لي ايه؟ المتباينة بتاعتي. يبقى معنى كده إن مجموعة الحل هي مجموعة سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2 ومكمل إلى ما لا نهاية. طب هو عايزني يا ميس أمثلها على خط الإيه؟ الأعداد. بعمل خط الأعداد زي ما أنت متعود عليه، مسافات متساوية والأرقام عندك مترتبة سواء جزء موجب أو جزء السالب، والصفر قاعد لي أهو في النص. تمام كده؟ هبدأ بقى إن أنا أمثل السالب 3 أهو، راح أحط عليها كورة مطموسة، وبعد كده السالب 2، سالب 1، بص بمشي في الاتجاه الموجب أهو. ليه؟ لأن هو عايز السين أكبر من السالب 4، بمشي كده أهو. يبقى صفر والواحد والاتنين وايه والتلاتة والاربعة على حسب ما انت راسم مسألتك، والخمسة، وبعد كده مجموعة غير منتهية، يبقى انا هوصلهم كده ببعض واعمل سهم بتاعي، دليل ان المجموعة اللي عندي مجموعة غير منتهية. كده في مشكلة في المسألة؟ خلاص. طب تعالى كده نشوف ايه اللي وراه. اللي وراه ان احنا خلصنا درسنا النهارده يا سنه 6، كده احنا وصلنا لسؤال الايه؟ المتفوقين. يبقى انا خلصت معاك درس المتباينه النهارده، وعرفنا ازاي نحلها، واستخدمنا الخواص بتاعه الضرب والقسمه وخواص الايه؟ الحذف والاضافه. مستنيه منك انك تجاوب لي على سؤال المتفوقين دوت. طب هتجاوبه ازاي؟ هتجيب ورقه فلوسكاب تحط فيها اسمك وفصلك ومدرستك، وتبدا انك تنقل السؤال وتجاوب عليه اجابه نموذجيه، وتحطه في ظرف، وتبدا انك تحطه في صندوق المدرسه اللي انت تابع ليه اللي هو صندوق المتفوقين بتاعك، وتحله صح عشان تبقى ايه؟ عشان تتكرم وتبقى من المتفوقين. طب السؤال بيقول ايه بقى يا ميس عشان اعمل كل دوت؟ قال لي بصي السؤال بيقول اوجد مجموعه حل المتباينه نص س زائد 2 اكبر من او تساوي 1 في ط وفي ص، ثم مثلها على خط الايه؟ الاعداد. ده سؤال المتفوقين يا سنه 6، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.